الجهه تاعنا من الدراري راه من الابتدائي حبسوا بداو باينه. وحنايا وحنايا رانا نطالب ربي يشافيهم ان شاء الله، ربي يشافيهم ويرزقها بذريه صالحه ان شاء الله. المشكل اللي راه مطروح عنا وهي منعنا من الاستفاده من منحه التقاعد لعمال التربيه لولايه مستغانم من 2007 الى 2010. لحد الان لم ننل هذه المنحه رغم المراسلات العديده، ويعني حتى واحد ما شافينها. السيد الرئيس انت الوحيد اللي ممكن تحل هذا المشكل بتدخل سريع. تقدمنا باستفسارات وشكاوى لجميع المسؤولين او السلطات المحليه منها والوطنيه، فلهذا نطالب السيد رئيس الجمهوريه بالتدخل في هذه القضيه. رغم ان هذه المنحه صرفت لبعض الولايات، الا ان ولايتنا بقيت محرومه منها.